خلينا نستقبل المستشار الفني لمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة دكتور أحمد أبو زهرة، واللي كان له يد كبيرة جدا في نجاح وتأسيس وصناعة هذا الحفل الراقي جدا جدا. دكتور أحمد أبو زهرة المستشار الفني لمدينة الثقافة والفنون، أهلا بك يا دكتور، سعداء بوجودك، سعداء وبنبارك لك على حاجات كتيرة جدا. أولا بشكرك على حاجة قديمة شوية اللي هي من نوفمبر اللي فات، حفلة أوركسترا فيينا الفيلهارموني، كان شيء رائع وساحر وبديع. مش عارفة أشرح إزاي، بس هو كان إحساس يعني رائع جدا يا دكتور أحمد. احكي لنا عن القاعة دي وعن الأوركسترا، إزاي قدرتوا تجيبوهم؟ دول مواعيدهم محجوزة 4-5 سنين قدام. قاعة الموسيقى هي تقريبا أول قاعة موسيقى تتبني في مصر مخصصة خصيصا لتقديم الحفلات الأوركسترالية والموسيقى اللي هي بتعتمد فقط على الصوت الطبيعي البحت بدون تدخل أي أجهزة كهربائية أو ميكروفونات. يعني القاعة اتبنت واتصممت، ودي طبعا حسابات فيزيائية في الصوت وفي يعني بالضبط وكل المواد اللي موجودة في القاعة ازاي انها تعكس الصوت بشكل طبيعي جدا وبدون اي تدخل من اي اجهزة، وتوصل كل الديناميكس وكل الرينج في الاصوات يوصل للجمهور من اول صف لحد اخر صف بدون تدخل ميكروفونات. يعني ما كانش في ميكروفونات في الحفلة دي؟ خالص نهائي. القاعة هي قاعة مش صغيرة، لا 1200 كرسي تقريبا. يعني 1200 كرسي بس هي الحقيقة تصميمها مش صغير، هي فيها 1200 كرسي ومع ذلك إحساس الواحد وهو جواها كأنها حاجة كده كوزي، يعني كده ملمومة، يعني والصوت كأنك قاعدة كل انت سمع المزيكا كأن الفرقة حواليك. بالظبط بالظبط، ودي عبقرية التصميم اللي فيها من ناحية الصوتيات ومن ناحية كمان الخشب اللي مستخدم، وحتى كل حاجة بتأثر في الصوت، كل شيء بيأثر في الصوت، كل حاجة معمول حسابها بشكل دقيق جدا. يعني لا تقارن طبعا، احنا كان عندنا مسارح فيها صوتيات كويسة جدا بس لا تقارن بالقاعة الجديدة. لا خالص نهائي، خاصة كمان يعني لو تفتكري فوق الستيج نفسه في حاجة كده اسمها الأكوستيك بادز أو اللي هي مخدات الصوت كده. أيوة. دي بتأثر في اللي هي عاملة زي فوق كده بيضة ونازل منها حتى إضاءة، ولكن دي بتنزل وتطلع وتيجي يمين وتيجي شمال عشان لو تفوكس الصوت يروح فين. ايه زي ما بيظبطوا الاضاءه كده بالظبط كده الاكوستيك الصوت بالظبط. وعلى جنب كل القاعه على الجناب عند الجمهور في ستاير بتنزل من نوعيه معينه من القماش عشان يا اما تمتص الصوت او تعكس الصوت اكتر. يعني حسب يعني اللي بيلعب او اللي بيعزف او حسب نوعيه الموسيقى، لو موسيقى كلاسيك ليها تركيبه معينه، لو اي نوع انواع من الموسيقى الثانيه بيتعمل لها سيت اب معين من القاعه. بس المهم ان كله طبيعي، مفيش اي تدخل اجهزه او كهرباء في الموضوع. كان يعني احساسك بالموسيقى اللي صعب اوصفه، مش عارفه اوصفه، ما كناش عارفين هل هو من الاوركسترا وعزفهم اللامتناهي في الانسجام وكانها اله واحده يعني ولا من القاعة الموسيقى، احنا مش عارفين نفرق. بس لا هو الاثنين مع بعض جداً. يعني هو مؤكد الاثنين مع بعض عملوا الحاله دي. خلينا ناخد نبذه عن فرقه الاوركسترا العالميه اللي عزفت. الحقيقه هي لها تاريخ كبير وعريق، هنعرف عنه أكتر، بس خلينا نشوف المقطع ده عن الأوركسترا، أوركسترا فيينا الفيلهارموني. Thank you.
دكتور احمد ابو زهره. ازاي قدرت يا دكتور احمد انك تقنع ريكاردو موتي وفرقه فيينا الفيلهارموني ان هي تعزف هنا في القاهره؟ دول بتحجزوا قبلها بكتير. ده حقيقي. موضوع الكورونا هو لعب دور كبير قوي، لان هم كانوا ماضيين الحفلات تور كبير في اسيا، وكان منها كوريا الجنوبيه واليابان والصين، ومن سنه 2017 يعني المواعيد دي متحدده من 2017. يعني هو من سنه 2017 عارف انه سنه 2021 هيعزف في اسيا. لا، والعقود ممضيه وكل حاجه خلصانه يعني. يعني هم لحد 2026 اوريدي عارفين كل يوم هيعملوا ايه. فولي بوك. بالظبط كده. فهم اللي حصل ان الصين طبعا لما حصل الكورونا ولسه كانوا لحد اخر 2021 مانعين اي دخول اجانب الا ليكونوا متطعمين بالتطعيم الصيني. والاوركسترا متطعم تطعيم فايزر. فعرضوا عليهم قالوا لهم تطعموا صيني تاني، الاوركسترا رفض. قالوا لهم يبقى هتيجوا تخشوا كوارنتين اسبوعين، قال لهم الاوركسترا ما عنديش وقت للكلام ده. فلغوا الصين، فراحوا كوريا الجنوبيه يعني واليابان. يعني الرحله المحدده من 2017 من 3-4 سنين مظبوط باظت عشان فروق التطعيمات. بالظبط. فقالوا لهم لا يعني الصين اعتبرت دي سياده مش فارق معاها. بالظبط خالص خالص. ولا فنان ما راحش الصين بقالهم دلوقتي دي ثالث سنه الا لو متطعم صيني فقط. الفرقه رفضت وقالت احنا متطعمين احنا متطعمين ومش عايزين صيني تاني. فاصرفها خلاص، فلغوا الرحله للصين وهي كانت 5 ايام. مين بقى عارف؟ انا بقى عارف. اول ما جه الخبر بقى عنا في بين فرق واوركسترات العالم. ايوه بالظبط. انا طبعا شايف بقى اللي بيحصل وكده في مدينه الفنون والثقافه، وكانت مناسبه وفرصه طبعا يعني قاعه زي دي واوركسترا زي ده هنلاقي فين احسن من كده نفتتح بيه القاعه دي. فاتكلمت طبعا مع المسؤولين وكده، وطبعا تم ترحيب وعلى طول شديد جدا. وكان مجهود يعني الحقيقه من ناس كتير جدا عشان الحفله دي تطلع بالمستوى ده وبالشكل التنظيمي ده، وان احنا برضو ريكاردو موتي مش الموضوع مش بسيط خالص. والحقيقه ان ريكاردو موتي زيارته لمصر عملت جدل غير طبيعي في ايطاليا لدرجه كبيره جدا، وحصل ان ريكاردو موتي تحول بعد رحلته لمصر لمده شهر لاكبر محامي عن مصر، وبيتكلم عن جمال مصر وعن قد ايه اللي هو شافه من نهضه بتحصل في مصر، وان الفكر اللي الناس فاكرينه في اوروبا يعني الطلاينه كانوا زعلانين ان موتي جه هنا الى حد كبير. وحصل جدل في الجرايد ومش عارف ايه وبتاع، ورد وعمل رد كبير جدا، ويعني مش هقول لك يعني استمتع جدا بالرحله. القاعه بتفرق جدا طبعًا. واشاد بيها جدا وبالصوت فيها وكان افضل تقديمه لقاعه الموسيقى في مدينه الفنون والثقافه.